السلام عليكم البنات، اليوم ان شاء الله راكم معايا في مطبخهم البنات. اليوم بمناسبة العطلة المدرسية للأطفال نديروا لهم اليوم بيسكلو شوكولا بالعامية، خبزة بسكوتشو بصوص شوكولا. واش نسحقوا في هاد الكيكة؟ نسحقوا 3 حبات بيض، كاس سكر، كاس حليب، كاس غير صباع زيت، عطر الشوكولا، الكاكاو، زوج باكيات تاع لا ليفور شيميك، وحده كريمه تاع كريم ديسير شوكولا، قرصه ملح، وزوج كيسان مع نفس العبر فرينه، وقرصه ملح وشوكولا تاع للتزيين. بانوريكم نروحو طريقه التحضير. هي نسحقو في كاس كهربائي في الفير تاع الجو، نديرو كلش اونصومبل. وهاد البيسكوي الكوشه ما نسخنوهاش، يدخل هاد البيسكوي تاعنا والكوشه بارده، كي ندخلوا المول تاعنا نشعلوا له. دوك نروحوا مع طريقه التحضير. نروحوا مع طريقه التحضير، قلت لكم نسحقوا ان فير تاع الجو تاع ميكسر. هاي ليك نسبقوا الاولاد الدجاج حبه الاولى. بسم الله. بالولا الثانية 3 حبات بيض. بسم الله. ندير هذاك الكاس تاع السكر، هاوري قدامكم كاس تاع الحليب، كاس غير صباع تاع الزيت، قلنا العطر الشوكولا، اللي ما عندوش يدير لافاني. انا كي ندير لي غاتو شوكولا دائما ندير عطر الشوكولا. ندير هادوك لي بو تاع كريم ديسير، هنا عندي الصغار راني حندير زوج، واللي عنده الكبير يشري يوفر له الكبيره دير وحده. انا عندي هادو الصغار اللي درت زوج منهم دانات شوكولا. وهادوك زوج مغارف تاع الكاكاو، انا نصيرهم. شوفوا زوج مغارف تاع الكاكاو، تقعد لي هنايا غير لافارين ولا ليفور برك، هذا واش يقعدوا في هذا الخليط. الخليط الاول باه تبعوني تشوفوا كيفاه نحي. فوالا دوك نحطو، نغلقو، نحطو في الخلاط ونوريه لكم. بعد ماني خلطت هذاك الخليط تاع السوائل اللي درتو كامل، شوفوا هنايا نحي بنفس الكاس اللي كيلت به، نحي كاس من الخليط هذا. فوالا هاولي كاس. دوك نطيب بيه لاصوص، خليه بجهة، خليه بجهة، ونحط الصفاية تاعي باه نصير. هذا كاس الأول هاولي تاع الفرينة. بسم الله. نسيت ما درتش قرصة ملح، ندير قرصة ملح. الشوكولا دايما نديرو قرصة ملح. نزيد الثاني، قلنا دو فيغ تاع لافارين هاني نكيل فيهم. بسم الله. فوالا هاو كاس تاني، فوقو ندير زوج اكياس تاع خميرة تاع الخبز. صامليك لي دو سكر فانيي. نصيرهم، نصيرهم ونولي لكم. من بعد ماني صيبت هذيك لافارين، دوك نديرها في الخلاط 2 مينوت با بلوس ونحيها. هاني دوك نديرها في الخلاط تاعنا ونوضعها 2 مينوت ونوضعها لكم. من بعد ما خلطنا درنا هذيك الفرينه في الخليط، انا وجدنا امول تاع مسكوتشو كتشوفوا فيه، انا ندهنته بالزبده وصابخو دي صوب كامل
بالفرينة ونفتو ونروح دوقة نصب هذاك الخليط تاع هذيك الخبزه تاع المسكوتشو تاعنا. فوالا بسم الله. قلنا الكوشه بارده مازال ما شعلتهاش دوك حتى ندخلو. بعد ما فرغت هذاك الخليط في المول دوك ندخلو الكوشه ونشعلها 180 درجه هو الداخل وانا نشعل الكوشه ونخليها مده 20-25 دقيقه. طلعوا لاكغي تاعكم للفوق وشعلوه غير من التحت الفوق ما نشعلوش كي ينشف بان بيك ندخلوه واللاموس نشوفوها ناشفه نخرجوها. دوك نديرها في الكوشه ونولي لكم بنطيبو لاصوص. بعد ما الحلوه تاعنا دخلتها الكوشة وشعلت لها نفس الوقت راني حندير هذيك لاصوص اللي نسقي بها الخبزة. نحيت هذاك الخليط لاكوشتوه متوكم متكون من البيض ولاد الدجاج والزيت والسكر والحليب والكاكاو. هذا ما كان هو لي بودا دانات. هاوليك هاي لاصوص هذيك راني درتها. نزيد معاها كاس من نفس العبر تاع الحليب واحد اخر هاوليك وهاديك نص لا طابليت دو شوكولا نص راني حكسرتها نقلبها في لاصوص والنص اللي قعد راني بشرتو بالموس هذاك تاع الخضر. شوفوا كيف درت دي سيرمو تاع شوكولا. ودوك راح نحطها هذه فوق النار حتى تذوب ديك الشوكولا ويولي يبدا في الغليان. نطفيلو ونخليه يبرد. هو بارد والخبزه تاع المسكوتشو تاعنا ماشي سخونه خلوها حتى الخمس دقائق حتى تبدا تولي دافيه شويه تبرد غير شويه باه نوريكم كيفاه نديرها نسقيها. بعد ما يطابت انا خرجتها من الفوق. شوفوها كيفاه نحكم ام بيك تاع الشوالة عندكم اللي ما عندهاش دير بالموس تتقبها كامل تقبيها بيان تقب شويه كبار هكذا هلا وهاد لاصوص شوفوها اللي طيبتها فوق النار حتى بدات تغلي طاب هذاك بلاد الدجاج وهذيك الزيت والحليب والشوكولا. شوفوا كيفاه هاني نسقيها كامله من الفوق با نعاود نقلبها باسكو انا ما نسحقش هذا الوجه تاعها. هي راهي دافيه ولا صوص هي بردت. شوفوا كيفاه نزيد ندير تقب هكذا تبرهم شويه با نخلي هذيك لاصوص تدخل. انا ما نسحقش هذا الوجه مانيش حندير هذا الوجه للتزيين. نقلبها فوالا شفتوا كيفاه راني ندير الثقب هكذا شويه كبار باه لاصوص هذيك تدخل لداخل يتشرب داك البيسكوي. نزيد له هو يشرب وانا نزيد له نخليه واحد زوج مغارف برك الجهه الاخرى لافاس اللي نقلبها عليها هكذا يكفيني. خليها تشرب كامل يحبط هاد الشوكولا لاصوص ما نقلبها في التبسي ونوريكم لاصوص نديرها مع الوجه الاخر. شوفوا بعد ما نقلبتها هاي لاصوص اللي قعدوا كالكو كويير انا نمشيهم كامله على السطح تاعها. هذا هو الوجه تاع الخبزه تاعنا لتحتها ممكن مشرب دوك حنا نسحقو هذا الوجه ما نديرو عليه التزيين وتشرب لي دو كوتي. شربت لنا من التحت شوفوا الشوكولا اللي قعدت لنا هذيك لاصوص اللي قعدت كامله انا درناها. خلوها تشرب ونوريكم التزيين تاعها.
هاي اللي كملت كامل هذيك لاصوص في قاعده هذاك الكاس، وكاس حليب ونص طابلات دو شوكولا، نص خليناه دوقا نديرو بها الوجه. فوالا شوفوا كيفاني ندير، هنشربها كامله بهذيك لاصوص، نخدموها هكذا. شوفوا غير بالمغرفه بالمغرفه نخدموها هذيك الخبزه هاي ليك. لاصوص تاعنا تشرب هذيك الخبزه كامله، ديجا شربت جي اسفنجيه بلاصوص. فوالا نخليها شويه تشرب ونوري لكم التزيين تاعو كيف درتو. من بعد ما يطابت الخبزه تاعنا تاع الشوكولا، شوفوا هذوك الشوكولا اللي قعدت برشت سكرفشتها جلي غابي تو لو تور، وزينتها بوريقه تاع النعناع ولي سيريس كونفي اللي عنده لي فريز. لا ديكو تقعد الاختياريه، ولا تصابودغيوها بالسكر غلاس، ولا انا اللي درتها هكذا. راني حنقسمها معاكم، مازالت ما بردتش مليح، بصح نقسمها بنوري لكم الشكل ديالها. هتشوفوا لاصوص تاعها كيف جات لداخل. شوفوها كيف جات مشربه، شوفوا كيف جات مشربه، قوليها مشربه بشوكولا، وهي غير بلاصوص هذيك اللي درنا فيها. هاي ليك ان شاء الله تكون تعجبكم هاد الوصفه، جربوها الاطفال سورتو كي راهم ليك در وقتي، كي راهم ليك عطله مع العشيه الكوتي، ديروها لهم يحبوا الشوكولا. ونقولها عليكم ان شاء الله خفيفه في هاد الفيديو، وفي فيديو قادم إن شاء الله. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.